بداية لا يسعني سيد الرئيس السيدات والسادة النواب أن أفوت هذه الفرصة لأعبر عن شرف الحضور معكم في هذا اليوم بمجلس نواب الشعب الموقر رفقة الوفد المرافق لي لمناقشة مبادرة الحكومة بخصوص مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 93 المؤرخ في 22 مارس 93 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية والمحال على مجلسكم الموقر بتاريخ 22 ديسمبر 23 ومشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 75 المؤرخ في 14 مايو 1975 المتعلق بجواز السفر ووثائق السفر والمحال بتاريخ 26 ديسمبر 23. أتوجه بهذه المناسبة إلى السيدة رئيسة لجنة الحقوق والحريات بتحية تقدير لما بذلته من جهد في إطار الحرص على استعجال واستكمال النظر في مشروعي النصين المذكورين مثمنا المسار التشاركي المعتمد من قبل اللجنة سواء من خلال جلسات الاستماع التي تمت برمجتها لجهة المبادرة بتاريخ 12 و16 و22 فيفري 2024 إلى جانب تنظيم جلسات استماع لوزارة تكنولوجيا الاتصال والهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية وهيئة النفاذ للمعلومة فضلاً عن مبادرة اللجنة بالاستماع إلى خبراء في مجال تكنولوجيات الاتصال بما ساهم في مزيد التعمق والإلمام بالجوانب الفنية للمشروعين في ضوء التطورات التكنولوجية ذات الصلة. كما أتقدم بالشكر للسادة النواب سواء من أعضاء هذه اللجنة أو من باقي اللجان المساهمين في المسار مناقشة وتعميق هذه المشاريع والمصادقة عليها وأخص بالذكر لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح ولجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد. وأثمن بهذه المناسبة التعديلات المدرجة على النصين من قبل اللجنة المذكورة والتي تهدف بدون شك إلى مزيد ترسيخ الضمانات المكفولة لحماية المعطيات الشخصية وتأمين سلامتها على غرار إقرار وجوبية تشفير الشريحة الإلكترونية وتدقيق الأحكام المنطبقة على شهادة المصادقة الإلكترونية وتوضيح إجراءات الحصول عليها وتجديدها وضبط مدة صلاحيتها اعتباراً لأهميتها فضلاً عن مزيد تدعيم الحماية المكفولة للحقوق والحريات بمقتضى الدستور على غرار ما اتجهت إليه اللجنة في خصوص حذف التنصيص على مكان الولادة من البيانات الظاهرة بالبطاقة مع إدراج تعديلات هامة لفائدة المواطن بحذف تقليص الإجراءات الإدارية وضمان المرونة على غرار الترفيع في أجالي تحيين عناصر الحالة المدنية باعتماد أجل 90 يوماً عوضاً عن شهر وحذف العقوبة المسلطة على استعمال البطاقة بعد انتهاء صلاحية شهادة المصادقة الإلكترونية. هذا بالإضافة إلى إدراج فصل إضافي ضمن المشروع المتعلق بجواز السفر البيومتري يتضمن أحكاماً انتقالية تحدد الإجراءات المرحلية المنطبقة على تعويض جوازات السفر المقروءة آلياً بجوازات السفر البيومترية وفقاً لبرنامج يتم ضبطه بقرار من وزير الداخلية. سيد الرئيس، السيدات والسادة النواب المحترمين، يعتبر مشروع بطاقة التعريف وجواز السفر البيومتري من المشاريع الوطنية الهامة ذات الأولوية والمبرمجة في إطار رقمنة الخدمات الإدارية المزداد لفائدة المواطن، وهي تستجيب للمعايير الدولية الخاصة بالوثائق وثائق الهوية والسفر وللضمانات الدستورية ذات الصلة بالحقوق والحريات وحماية المعطيات الشخصية.
وتهدف بالأساس إلى ترسيخ الهوية الوطنية التونسية مع ضمان المساواة بين كافة المواطنين والمواطنات، فضلاً عن الاستجابة للمتطلبات التقنية والأمنية والإدارية في ضوء التطورات الهامة التي يشهدها المجال الإلكتروني والرقمي. من شأن مصادقة مجلسكم على مشروعي القوانين القانونين المعروضين أن يساهم في مزيد الارتقاء بالمنظومة التشريعية لبلادنا استجابة لانتظارات المواطن التونسي بكافة شرائحه. وستعمل الوزارة على بذل أقصى الجهود من أجل توفير متطلبات تنفيذ هذه المشاريع بالتنسيق مع الهياكل المتداخلة في إطار مقاربة شاملة تضمن الموازنة بين اعتماد أحدث التقنيات في مجال وثائق الهوية والسفر استجابة لحاجيات المواطن، وتيسير قضاء شؤونه، والتقيد بالمعايير الدولية والدستورية والتشريع النافذ. ونجدد شكرنا للسيد رئيس المجلس وكافة الحضور على المجهودات المبذولة، ونلتمس من مجلسكم الموقر استكمال النظر في هذين المشروعين والمصادقة عليهما. هذا خطابنا الرسمي. توا في خصوص النقاط التي أثيرت من قبل السادة النواب المحترمين، وتقديرا للمشاعر الوطنية الجياشة التي أرى عليها السادة النواب وهم يقدمون انشغالاتهم، فإني مجبر اختصارا للوقت أن أقول بكل وضوح أن كل الطلبات بتاعكم رانا متحسسين لها في شأن المسألة المتعلقة بوضع الأجهزة الأمنية محلياً والحماية المدنية وكذلك المناطق الحدودية. بطبيعة الحال أنتم تعلمون جيداً، ومثلما سلف وبينت أمامكم، أنه راه بالنسبة إلى نحن عندنا برنامج تجديد كل المقرات الأمنية سواء كان تتبع للشرطة أو للحرس على طراز معين يفصل بين الخدمات الإدارية والمسائل العدلية والشرطية، وهذا يراه يتنزل في إطار مشروع كامل ومتكامل في الحقيقة اسمها شرطة الجوار. ولكن المشروع هذايا التمويل بتاعه ماهوش سهل. أولا نحن عنا عدد هام وهام جدا من المراكز، ومن الممكن أن تكون البلاد في حاجة إلى مزيد من عدد هام من المراكز أيضا، كما تولوا خيان طلبوا بعض تركيزات أمنية. ولكن مش نسعى شخصيا أني بعنوان سنة 2024 أني نعمل أقصى ما يمكن من الإصلاحات والتدخلات في مستوى هذه المراكز، هذا وعد من عندي. في خصوص السيارات نفس الشيء، نحن ساعين وبشكل جدي إلى توفير الوسائل من حيث النقل ومن حيث الوسائل المكتبية، وبإذن الله بشوي بشوي تسمعوا أخبار جيدة. في خصوص الجواز البيومتري والأسئلة اللي طرحت حول الجواز البيومتري وحول البطاقة البيومترية، وخاصة
معناها الانشغالات اللي تتعلق بالمسألة، مسألة الأمن السيبرني ومعناها المعطيات الشخصية ومعناها المعلومات الخصوصية. شوف احنا المعلومات الخصوصية والمعطيات الشخصية دي ما احناش مش نستأمن عليها غدوة، احنا استؤمنا عليها منذ سنة 1940، ونحن اليوم مؤتمنين على كل المعطيات الشخصية والمعلومات الخاصة بالأشخاص، وهي محفوظة لدينا ولا يطلع عليها إلا الأشخاص أنفسهم بطلب منهم. بطبيعة الحال هي المعطيات الشخصية في نهاية الأمر هي مدرجة بسجل الحالة المدنية، وخبيوا فيها على شكون؟ خبيوا فيها على العالم، العالم ما حشوش بها، احنا نخبيوا فيها ونحفظوا فيها على السراق وعلى المفسدين وعلى المستغلين للمعلومة بالطرق غير الشرعية، يعني المتحيلين على محامل المعطيات. بروشينمون باش تولي دي بيك داتا اي، ولكن نحن نحميه ضد شكون؟ مش ضد اللي باش تعامل معايا تعامل سليم كما المنظمات بتاع الطيران المدني الدولية، كما ناخذ نحن المعلومة من الناس نحن نعطيه المعلومة، لكن كما نحن نحميه المعطيات التي بين يدينا هم أيضا يحميه المعطيات التي بين يديهم، بحيث جهد محاربة القراصنة وجهد محاربة الاستغلال غير المشروع للمعطيات، أكانت هذه المعطيات شخصية أو عمومية أو عامة، المهم هي تكتسي صبغة الحياد فينزعون عنها الحياد ويحاولون توظيفها، توظيف معناها السرقة والنهبة والخنبة والاعتداء على الأرزاق والمعطيات. هذا نحن نحاربه. البقية هذا كهمنا، ما ليش عاملين نحن وزارة الداخلية وسنين والناس تراكم في المعطيات اللي عندها وتراكم في ملفاتها. يعني ثم كلام يتقال من بعض المختصين وما هم بمختصين يثير البلبلة فقط، حين نتمحص جيدا في هذه المعاني نلقاو المسألة لا أساس لها من الصحة، باعتبار أن المعطيات الشخصية هي مضمنة في جداول الحالة المدنية، المعطيات الخصوصية هي حالات حاجات ومعطيات تتعلق بالشخص، وفي المسألة كلها هل ترى الشريحة تقرأ بصفة آلية وإلا نخليها شريحة لا تقرأ إلا بمفتاح؟ احنا خلينا الشريحة لا تقرأ إلا بالمفاتيح وما تقرأها إلا آلات خاصة، وما ثماش طريقة أخرى في العالم يعملوا فيها. إن كان نحن وحدنا نعملوا في البيومتري، رغم 124 دولة تستعمل في البيومتري وفيه مواصفات وفيه طرائق للتعامل. اثنين، في خصوص التصرف في هذه المعطيات وكيفية بنائها. أولا المعطيات هذه الكل راهي موجودة عندنا، أقول لكم من طول سهلة ياسر، سوسون دي سيرفور كما تشوفوا هالخزانة عادية، تخدم فهمت فيها المعلومات كل تصورها الكل. أربعة، بالك علم هذا زاد مش علم، كما موجود عندنا راهو كما موجود عند باقي الدول، اللي انتم شفتوني وانا مشيت الدول شقيقة وصديقة وزرت المراكز اللي يخدموا فيها،
اي ما انا باش نعمل حاجه لاولاد بلادي باش نعملها وانا ما نعرفش، على الاقل المس الاشياء. اي من وين الحيله الكل هي الحيله كلها والحرص الكل في انه الناس اللي تشرف على العمليه هم ابناء تونس، هم موظفي وزاره الداخليه، مهندسي وزاره الداخليه، تقنيي وزاره الداخليه، المختصين في العالمية والمختصين في الأرشفة والمختصين في التصرف في الآلات والمختصين في حفظ الآلات هذه وصيانتها والمختصين أيضا في الحماية السيبرنية من أجل وضع كل خبراتهم لفائدة البرنامج بتاع وزارة الداخلية في الحفاظ على المعطيات وتجميعها، في نقلها وفي توزيعها بالطريقة الصحيحة على المحامي. واضحة الصورة. كيفاش باش نعملوها؟ باش نعملوها أخويا براو بالشراكة مع الخبرات الدولية في شركات دولية تعمل في هذا المجال اللي منها أولادنا نحن توانسة، توانسة يخدموا في أمريكا وفي كندا وفي الإمارات وفي ألمانيا. ونزيد نقول لكم راهو ابنائنا خدموا على الموضوع هذا مش من اليوم، راهو من 2016 وحتى قبل 2014 ومشاو وعملوا تكوين في المانيا وعملوا تكوين وين اخر في امريكا الولايات المتحده الامريكيه ومارسوا العمليه وفهموا كيفاش نقوموا بالعمليه وهي عمليه سهله ومعتاده باذن الله تكون في أقرب الأجال ملك للتونسيين. في خصوص الأخيان كلها متحيرة الكلفة بتاع المشروع. كلف المشروع ما كلف، لن يكون هذا المشروع عصي على الدولة التونسية من أجل أنها توفر لمواطنيها جواز بيومتري وبطاقة تعريف بيومترية. علاش؟ لأن المسألة مش مسألة اليوم، هي احنا نحسبه على 20 سنة وخمسة وعشرين سنة قدام، مازلنا ما وصلناش للخمسين، يفترض نبدأ نحسبه على الخمسين. أما بالنسبة للجواز وبطاقة تعريف البيومتريين أراه مسألة حيوية للدولة التونسية والإدارة التونسية، لأن عليها هي مش نبنيو برشا حاجات. بعض خيان قالوا مسألة الرقم الوحيد، بعض خيان يقول لك مسألة العنوان اللي هو برنامج أيضا مدرج في قائمة مشاريع وزارة التكنولوجيا الاتصال واللي هو نجح عند البلدان الخليجية، مسألة العناوين هذه شو يسموها، هي منظومة سجل وطني للعناوين، عملية ناجحة بالنسبة لبلدان الخليج مشات جيدا. ولكن نحن قاعدين نشوفوا توا حتى يقولوا ناجحة، لكن أنا قاعد نشوف اللي في بلدان الخليج النجاح المهر اللي عندهم هو إيصال المعلومة على الـ الـ على الهواتف الجوالة. ممكن هم قاعدين يبعثوا معناها ورقيا معناها للعناوين معناها بتاعهم، إيه؟ أما الهاتف الجوال هو المنبه الأول. أنا أنت كي تتعدى في شوارع بلدان الخليج تحرق الضوء في وقتها، يسجل لك قدرتك يهبط لك راك حرقت الضوء في البلاصه الفلانيه مبلغ كذا وعندك اجال كذا، تحب تزيد تتاكد تنزل على الفلسه يوريك نفسك انت كيفاش كنت عملت بالضبط، بحيث اذا كانوا مش يمشي 400 كيلومتر بعد المخالفه هذيك يستحيل عليه يعمل مخالفه اخرى.
لا نحن في تونس نجم يمشي 50 كيلومتر ويعمل 4 مخالفات. هذه القصة معنا جايين، احنا انا جايينهم، انا جايينهم لانهم هم ما وزادة كيف كيف. نحن التوانسة عاملين الروح ما في بالهمش. زيادة الاعوان، اعطيونا الاعوان. لا لا ما نعطيكمش الاعوان. البلاد كيما البلدان المتقدمة كل باش تولي بالكاميرا وبالمنظومة الاعلامية وبحول الله باش نعذبوهم، هكا جماعة السرعة وهكا جماعة عدم الوقوف والتوقف وهكا جماعة عدم احترام الأولوية. دونك انتظروا أنه نتقدموا قدامكم بمشروع قانون نغيروا فيه مسألة السقف نتاع الخطايا بالنسبة للكثير من الخطايا المرورية من أجل أن نسرعوا العملية. كل قائل بالنسبة للجوازات السفر القديمة وبطاقات الجديدة، شوف معناه هو مشروع وطني ولابد أن يعطى للمواطن الأريحية الكاملة. مش معناها خرج القانون اليوم غدو الحي باش طابت ليزيشيونس، لا، اللي بطاقة التعريف متاعو انتهت صلاحيتها إذا ما يقدرش على البيومتري نجمو نجددوها له في حينها أو يبقى بها، ماهيش إشكال. اللي نقولكم عليه واللي هو ثابت هو أنه أسرع حاجة تعملوها لنا هو أنكم تصدروا القانون، لأنه نحن تقريبا جاهزين في الخيارات متاعنا العملية، سواء كان في مستوى النصوص الترتيبية، سواء كان في مستوى النقاشات مع المزودين اللي هي قاعدة جارية في إطار ضبط المعايير وضبط المقاييس وضبط كراسات الشروط والتهيؤ إلى اللحظة الصفر يخرج القانون ننطلق مباشرة في الأعمال متاعنا على أساس طموحنا أنه ننجز إلى حدود شهر جويلية 1,400,000 جواز سفر وبطاقة تعريف تونسية لأبنائنا في الخارج نبنيو بهم هذو، ثم نلتفت إلى الداخل وننجز العملية بإذن الله في غضون سنة ونصف. سنة ونصف احنا قادرين باش نكملوا التونسيين الكل بطبيعة الحال.